دراري مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، اخوكم بايج الفا. في هذه الحلقه الجديده اللي غادي نهضروا على الهايبرغامي. الهايبرغامي باش نبسطوها ونعربوها وندرجوها هو التزاوج الافقي، وكما كنسميها انا هو التمسكن تتمكن. التزاوج المراه كتزوج بواحد الراجل والفوقي بالفوق، عنده واحد لا طوندونس اوسيير بالفوق، تزوج الفوقي هو كتشوف واحد لوبسيون اللي كتكون فوق منك انت كراجل، انت معاه في واحد العلاقه. التزوج الفوقي لانه هو الانجذاب، انجذاب كما قلنا عند المراه باش تنجذب ليك انت كراجل، هو مظهر مكانه اجتماعيه، فلوس والكي. هي مثلا انا باش نحلوها في الفيرسيون ديال المغرب، شوفوا الحبه الحمراء في المغرب. مثلا انت داخل مع واحد المراه، انت مثلا خدام بواحد الصالير تاع 6000 7000 درهم، وهي عندها واحد الصالير تاع 3000 درهم. مثلا انت عندك اس ان في ديال 5 ولا 6 على 10، وهي عندها اس ان في ديال 4 ولا 3.5 على 10. انت داخل معاها في واحد العلاقه، هذا هو الخطا اللي كيدير بنادم باش كتجي ليا التزاوج الفوقي. انت كتدخل تتانفيستي معاها، تستثمر معاها الوقت لينيرجي الفري الستريس ديال الرولاسيون ديال العلاقه، وادي وتي الميساجات والتليفونات ولي شي تيست والصداعات والروينه. كتكون العلاقه غاديه مزيان، كتكون علاقه غاديه مزيان، ولكن انت نتراك انت هو اللي مستمر الوقت وهذا الشيء كامل في ديك العلاقه. كتجي واحد الوقيته كتبرد هذيك العلاقه، كتبرد ديك العلاقه صافي. ما في الاول كتدخل معها في ديك العلاقه كيكون داك الشيء سخون، كيكون الفيلين، كيكون ديز الانجذاب، كل شيء مريقل. انت هي كتشوفك انت راه انت انفيستي في ديك العلاقه، خرجتي على الاطار الذكوري. يعني باش نقول لك علاش عيط اكتيف التزوج الفوقي والهايبرغامي، انت خرجتي على ماسكولين فريم، درت لك شي تيست، سقطتي فيه الاول الثاني الثالث، دخلتك لعندها التيران، جابتك لعندها، فهمتي؟ هادشي بحال لاعبين الديربي، بحال لاعبين الديربي الرجاء والوداد مثلا، ولا فهمتي؟ دونك انت فاش كتخرج عندها ودخلتي عندها الاطار الاونتاوي، وانت راه ما خدامش على الاس ان في، تنهضر لك انا على ميخي بوخنونه، يما لا الفاميل راه داخل في علاقه وديما كيفرقع في الاس ان في ويدير سبينين بليتس باش دغيا، فهمتي؟ كتبان هكا، فهمتي؟ كيبانوا لها تيبانوا ليه الريد فلاكس، هذه الرقد غير كيسوسا كيعاود يدوز للاخرين. دونك انت راه مستمر معاه في ديك العلاقه، انت 7000 هي 3000 درهم خرجتك من الاطار ديالك، اش كدير؟ فاش كتشوف هي بان تمكنات من واحد العلاقه ضعفاتك، لان هي المراه راه هي بغات تضعفك، بغات تاكل لك الموارد، تاكل لك الطاقه الذهنيه، تشتتك، فهمتي؟ تسالي معاك. هي ديك الساعه فاش كتكون تمكنات من ديك العلاقه وكتكون هي الالفا، هي القائد، هي اللي راكبه في الكوتشي وميخي بوخنونه هو الحمار، ديك الساعه كتقول صافي مات الانجذاب، انا ما بقى عندي ما ندير بهذا الراجل هذا، ما مات الانجذاب. ديك الساعة هي تتبرك على البوطونة تزاوج الفوقي. يا راه شوف راه باش 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 نلينكيو بيناتهم، باش نربطو بيناتهم بين تقافز القرادة والهايبرغامي، حيت هما متشابهين. هي راه كتكون موجدة ليك، هي راه فاش انت دخلتي في الماسكولين فيمينين فيمينين فريم وخرجتي من الماسكولين فريم، هي راه موجدة لوبسيون أخرى، خونا بوركابي الآخر اللي غيدخل العلاقة. كتخرجك من الاطار الانثوي من الاطار الذكوري، كتبقى تجي لك المشاكل، تتحكم منك، كتبرد العلاقه، كتبقى هي كتخرج من ديك العلاقه كتقول لك اه وانت ما صدقتيش وكاع الرجال بحال. سمع الديسكور هذا خصك تركز معاه. انت خرجتي من سميتو، خرجتي ماسكولين فريم، وانت ما راجلش، وارج كاع الرجال بحال، ونتمنى انا زوينه، ونتمنى الف واحد احسن منك. شوف هي تجي لك التزوج الفوقي وكترمي لك السينيال باش تخرجك من سميتو وتخرجك تجري عليك من ديك العلاقه، وغتجي لك التزوج الفوقي مع شي واحد اللي عنده الكيم عليك وعنده الاس ان في عليك. مثلا انت 7000 غتمشي عند واحد مول 15000 درهم،
لان على الخطا اللي كيدير الراجل فاش كتطبق عليه هي التزوج الفوقي ولا المونكي برانشين اللي شرحوه ديجا الدراري اللي كنحيو من هذا الفيديو. فاش كتخرج انت من الماسكولين فريمو انفيستيتي وتضعفتي هي كتاكتيفي الهايبرغامي، هي كتوجد لك لا بلون بي بلون سي بلون دي. دونك انت كالفاميل لالفاميل ما تيبقاش ما تيستمرش في هذه العلاقه بزاف، ضربوا هرب ضربوا هرب الراق باش ما عمرها تجي لك لا تزوج فوقي لا والو. ولا القضيه ديال المونكي برانشين هي راه بدراسات وبكل شيء في تقافز القراضه قال لك 80% تاع دوك ولا ما عرفت 70% المهم واحد الطوق طالع 80% دوك داروا التقافز رجالهم كانوا ديجا موجدين الباك اب بلان. باك اب بلان هو هذيك باش غتعاود تطلع ديما داك البلون باش غتعاود تطلع للفوق، هي موجده هي راه موجده. الا دارت لك التقافز هي راه مخليه كونتاكت مع لي زوبسيون الاخرين، هي راه معاك في ديك العلاقه وراه كتهضر مع 7 ولا 8 ولا 20 ولا 30 واحد، هذوك راه تابعين او مره كتجاوبهم مره ما كتجاوبش مره كتجاوبهم هادي الرق. المهم خليها مع العلاقه باش كي تجي لك التزوج الفوقي ولا التقافز ديك الساعه هي عندها الخطه البديله. انت اشنو اخونا اللي تيوقع ليه المشكل طاح ليه الاس ان في ديالك في دماغه نصب عليه تخوزق تكرفص ديك الساعه هو كيرجع ليه الاس ان في هي كيعاود يطلع ليه الاس ان في كتمشي مع اوبسيون خير منك. دونك تما تجي لك التزوج الفوقي لان هي ديما المراه يف سميتو في الغريزه ديالها عندها لايبرغامي ديما كطمح الافضل ديما بدات تبي ترقع ديما هي هو الانسان البشري راه في هذه الغريزه. وكل المراه هي طبيعيا هي ماشي فهمتي طبيعيا راه غادي تمشي وغتخليك نهار غيموت الانجذاب وتحس بك تحتي. ولا كنتي مثلا عندك شركه ودرتي فايت المهم رجعتي للور دونك ما كنتيش كتطور في راسك راه كتطبق عليك الغريزه ديال الهايبرغامي وتجي لك التزوج الفوقي. باش نكونوا فاهمين هاد القضيه خصك ترد لها بالك. دونك انت فاش تكون داخل واحد العلاقه ما تانفيستيش كلشي، ما تستثمرش كاع وقتك وفلوسك وتقطع مع لي زوبسيون الاخرين مع الاختيارات الاخرين تقطعهم وتبقى قاعد معاها غير هي. لان لا فاميل راه التعدد خص يكون عنده تكون عنده الوفره، خص يكون عنده الوفره في الاختيارات قبل هي ما تضربك تعطيها انت الراق، قبل هي ما تدير لك التزوج لا تبرك على البوطونه ديال التقافز تتكون انت راه ديجا عندك اختيارات واحد اخرين فهمتي. انت راه فهمتي كدير لها الكونتر اتاك الريمونتادا هادي كتسمى الريمونتادا. دونك هي كتكون موجده لك التقافز القراضه اللي ما كيعرفوش بنادم في الحبه الحمراء هو واحد القريض كيبدا تينقز فهمتي كينقز وكيتلاح من الغصن للغصن كيبقى يشد في هذاك الغصن كما كتعرفوا القرض كيبدا تيتلاح داك القرض جامع الفنا كيبدا تينقز تيشد في واحد الغصين مثلا ولا في الغابه. هو راه هكاك المراه كدير، هي راه شاده في غصين وباش تلاح الغصين واحد اخر راه مقاد عليه فهمتي، شاده في واحد وشاده في الاخر فهمتي باش كتنقز ديك التنقيزه من الاوبسيون من داك الراجل ا للراجل بي باش تفهم هاد القضيه. حيت المراه اجي يقول لك واحد واه مشات وخلاتني وداك الشيء كتسمع هاد الخطابات هادو ودونك راه دارت لك برادر التقافز طبقات عليك الهايبرغامي. اشو ما تاخذهاش عاطفيه، اجي هاد الشيء كاين في غريزه في المراه ما خصكش تاخذها انت عاطفيه وتسميتو لان انت راجل عقلاني هاد الشيء غتعود عليه. انت راك كتكتشف الطبيعه ديال المراه وكما كنقول الحبه الحمراء راه ماشي الكره ديال المراه ماشي كتكره عليها ماشي كراهيه ولا حقد ولا ما كتحملهاش ولا قويه ولا سميتو، راه هذاك الشيء هي معرفه الواقع راه الدواء الثيرابي راه ايجابيه ديال الراجل. دونك في الحبه الحمراء راه التقافز والهايبرغامي هادو راه كاينين في المراه مليار في المية ولعبه ديال الكره حبيبنا سعيد ويطا وهادو كاع اللي سميتو هاي فاليو مان ودرت لهم التقافز وقع لهم الهايبرغامي وكتبدل قاعد وحده ستار كتبدل لعاب واحد اخر لا بواحد اللي عنده الموارد وعنده المكانه ومدار احسن من هذاك الاخر. دونك راه كاين مؤشرات فاش كتلقى العلاقه تتبرد وانت ضعفتي وهي كتفهمتي كتوجد لك باش تعطيك بالبازوكا دونك راه تطبق عليك التزوج الفوقي.
علاش كتلقى واحد كيبدا يجي شي بوست فيسبوك وكنت معاها وداكشي ومشات وخلاتني، دونك راه هي دارت لك التقافز ولا دارت لك التزاوج الفوقي، مشات تزوجات فوقيا فوقيا عليك، دونك انت ما خصكش تاخذها عاطفيه. دونك هاد الغريزه اللي في المراه خصك تقبلها وما تاخذهاش عاطفيه، خذها عمليه باش انت تقرا صواريك وتعرف مالك وما عليك والاخطاء اللي تفاداهم. كان معكم خوكم بهيج الفا تراري بلا ما نوصي، فرقوا لي اللايك والبارطاج والسبسكرايب، مازال جاي المتعه، عرفت راسي غبرت عليكم وداك الشيء راهي مع الحياه البروفيسيونيل ديالي والعمليه، وراه جاو عندي مورين طار وداك الشيء هنا في الديار الكنديه، راه ان شاء الله جاي تفرقيه، راه كنلقى الوقت راه غادي نمتعكم، راه جايه المتعه متعه بهيج الفا، تهلاو ليا الدراري.